حالة من الحداد والغضب يعيشها الأسرى الفلسطينيون في كافة السجون الإسرائيلية. أعلن الحداد ثلاثة أيام احتجاجا على استشهاد الأسير المقدسي عزيز عويسات الذي تعرض حسب نادي الأسير الفلسطيني إلى ضرب مبرح أدى إلى إصابته بنزيف حاد وجلطة قلبية نتيجة الاعتداء المبرح والهمجي عليه من قبل قوات القمع في سجن إيشل بتاريخ الثاني من الشهر الجاري، مما أدخله في غيبوبة استدعت نقله عاجلا إلى مستشفى الرملة ومنه إلى مستشفى أسافا روفيه. هناك يعني شهود من الأسرى الذين التقوه وهو في الزنازين أو استمعوا منه إلى أنه تعرض للتنكيل، أي أنه غادر وهو سليما معافى في زمن قياسي في 5 أيام حدث كل هذا التدهور الذي أدى لاستشهاده، وعليه إسرائيل تتحمل المسؤولية. الحكومة الفلسطينية من جانبها حملت إسرائيل المسؤولية الكاملة عن استشهاد عويسات وعن حياة وسلامة جميع الأسرى والأسيرات، وسط مطالبات للمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل لوقف الانتهاكات داخل السجون الإسرائيلية ومطالبات أخرى بتشكيل لجان تحقيق دولية. هذا الأمر رآه مختصون في القانون الدولي أن التقصير في محاسبة إسرائيل عن جرائمها يقع على عاتق الفلسطينيين الذين لم يتقدموا حتى الآن بطلب لتشكيل لجان تحقيق دولية. من المؤكد أن الفلسطينيين هم الذين يجب أن يتابعوا وضع تقارير الخاصة بهم على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان. للأسف الشديد يعني طولب أكثر من مرة بتشكيل لجان تقصي حقائق في هذا الموضوع، ولكن حد معرفتي لم يتم التقدم بطلب رسمي سابقا. ويبلغ عدد الأسرى الذين استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي في معتقلات الاحتلال خلال ال5 سنوات الأخيرة 7 أسرى يضاف لهم الشهيد عويسات. إحصائيات رسمية فلسطينية تحدثت أن عدد شهداء الحركة الأسيرة ارتفع إلى 216 شهيدا منذ عام 67، منهم 75 أسيرا استشهدوا عقب قرار بتصفيتهم وعدامهم بعد الاعتقال و72 استشهدوا نتيجة للتعذيب. هذا أحد السجون الذي تعذب فيه إسرائيل وتأسر مئات الأسرى الفلسطينيين، فلم تكن قضية الأسرى مجرد جرائم ترتكبها إسرائيل فحسب، بل تعدت لأكثر من ذلك لتصبح سياسة ممنهجة وذات أثر عميق لإخضاع الشعب الفلسطيني. أما بالنسبة للفلسطينيين فهي عقيدة يؤمنون بها ويناضل من أجلها كل فلسطيني حر. من أمام سجن عوفر، ضياء حشية، الغد، بلدة رفح.